كان لو كان العيب من ضعف شخصية مثلاً الزوج أو الزوجة، كيف يتصرف الطرف الثاني؟ طيب هو خلينا في البداية نقول إن إن ضعف الشخصية، أنا بكلم كل زوج، بص يا ابني أنت الراجل وأنت اللي في إيدك القوامة وأنت اللي في إيدك الأمر والنهي، هم هيسمعوا كلامك. أنا عايزاك تبقى فاهم حاجتين، أول حاجة تفهمها إن لا تعارض أبداً، إن أنت تحط حدود، محدش يتعدى على زوجتك أو يتدخل في أمور تأذي، يدوا نصيحة زي ما قلنا بمواصفاتها من شوية، إنها تكون طيبة، إنها تراعي السن، إنها يكون فيها احترام، ما يكونش فيها تعدي ولا تكبر ولا نح أو أمر إن أنتوا لازم تعملوا، لازم تفهم كده، ولا تعارض ما بين برك لأهلك أبوك وأمك وما بين إنك أنت تعمل حدود لا تأذي بيتك ولا تأذي زوجك. أنا عارفة تمام اليقين إن أهلك لا يمكن يبقى قصدهم إن هم يهينوا زوجتك أو إن هم يرضوا لك أذى، الكلام ده مهم، هم مش هيرضوا لك الكلام ده، لكن في نفس الوقت أنت برضو ما تسعاش إنك أنت تسيب الدنيا، لا يعني أنت ما تسيبش الدنيا، لا بل تسعى إن يبقى في حدود وفي نوع من أنواع الاحترام. قولولي عايزين تقولوا حاجة قولولي وأنا أقول لها. طيب ترفقوا مع أهلك لما يشوفوك أنت بتعمل كده، هم ذات نفسهم هيتصرفوا كده. طب ضعف الشخصية، ما أنا بقول هو الضعف بيجيلك من إيه؟ أمك، وما ينفعش تعمل كده وما ينفعش تقول لها كده وبرها وكده عقوق، وانت طول عمرك يعني ابن جميل وبتسمع الكلام وهكذا، فتيجي بقى واحدة تقولك ده خربت ما بيننا، ده خطفت ابني، ده خربت علي، ده مش عارفة منعنا من ايه، ده مسويه، كل الكلام ده مش صح، كل الكلام ده ما يجيش في دماغ. طالما زوجتك مؤدبه ومحترمه ولا تتعدى، ما في كارثه ممكن تقول لها انت ملك، وتجي الزوجه تتعدى على الناس الكبار في السن اللي هم محترمهم، ليس منا من لم يوكر كبيرنا، الغيرك الكبير غلط فيكي، بسكت. طب ما يجي زوجي انا والله كذا وحاضر مؤدبه، ما يطلعش منك عيبها، ولا يتقعد في قعده تقعدي زوجك قاعد كده مكسور كده بسبب اصل زوجتك غلطت وشتمت، لا 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 لا، طول ما زوجتك محترمه وكذا وكذا انت سندها وانت اللي فوش، وقولوا لي طب بالراحه، طب ده لا ولا تعارض. حته ضعف الشخصيه اهمها الزوجه بتبقى شايفاك مش كده، وانا مش عايزه اي شاب واي راجل واي زوج زوجته تبقى شايفاه ضعيف، تزعل وتتقهر وتستقلك وتقل مقدار الحب ورصيد الحب عندك في قلبها. انا عايزاها تشوفك زي ما هي شايفك، زوجي اتلقى منه دايما مصدر التلقي، دايما عيني عليه، دايما هو صاحب القرارات، لا لما يحصل لي حاجه انا اروح له. فلما تبقى الزوجه شايفه دايما كده ده شيء طيب، فده ادعوك. طبعا في حد سهل يتغير؟ انا لسه واحده من كلماتي بتقول لي انت بتقولي الراجل مش هيتغير الا اذا قرر التغيير من جواه، لا زوجك ولا زوج ده ولا كده، ان الله لا يغير ما حتى يغير ما، لازم التغيير يجي من جوه، الله عز وجل يعلم ان التغيير جاي من جوه، الله سبحانه وتعالى قادر، الله مسبب الاسباب وفوق الاسباب. فانت تسعى، ودي سهل انك تتغير وسهل انك كذا، وزوجتك تشوفك حاجه عاليه جايب لها، مش مهزقه، مش مخلي كل كبير وصغير في قلب العيله هزقوها، مش مخلي كذا، فخلي بالك من الكلام ده، وادعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالهم. اللهم امين.